برأيك أستاذ كامل، يعني هل هناك توافق الآن بين الدستور وقوانين حقوق الإنسان؟ يعني هل كفل الدستور العراقي حقوق الإنسان بمجملها؟ نعم، يعني بداء الدستور العراقي كفل حقوق كل المكونات العراقية وبما فيها الأقليات. نعم. وكذلك يعني العراق ملزم بتطبيق كل الاتفاقيات الدولية اللي هو موقعها وطرف فيها، بل أكو بعض البلدان وإحنا نأمل العراق أن يوصلها أن تكون العلوية للاتفاقيات الدولية، لكنه يعني ما زال العراق يأمل أنه يصل إلى هذه المرتبة، لكن نعتبر الدستور العراقي كفيل بالحقوق لكافة مكونات الشعب العراقي إن شاء الله. نحن الصابئ المندائيون، غرس التوحيد الأول لنا أركان خمسة معروفة عن الصابئ المندائيين. الركن الأول اللي هو التعميد، اللي يعني لولا التعميد لم يكن صابئي مندائي. ثم الصلاة والزكاة، توحيد بالدرجة الأولى، هاي أركان يستند عليها الصابئي المندائي المتعمد. أصل ارتباطنا بالعراق هو وادي الرافدين. أساس الصابئ المندائيين هي الثلاث محافظات في العراق، البصرة والناصرية والعمارة. إلى ميت نهوي سادي لفقنا روشنا لجنينة جثية ميمرة. الديانة اليزيدية هي تعتبر من الديانات القديمة التي كانت موجودة في بلاد ميسوبوتاميا أو بلاد ما بين النهرين. نحن لدينا أدلة واضحة بأن هذه الديانة تضرب جذورها في عمق العراق. لحسن الحظ أستطيع أن أقول بأن الإيزيديون الذين يعيشون في محافظتين نينوى ودهوك هم يعيشون مع قوميات متعددة ومع أديان أيضا متعددة. الإيزيديون كديانة يعيشون مع المسلمين، والمسلمين هم المسلمين شيعة وأيضا هنالك مسلمين سنة. هذه المجاميع والمكونات كلها شكلت في المنطقة منذ الأزل وإلى الآن فسيفساء جميلة جدا. نحن كإيزيدية لم نلاحظ إلى حد اللحظة مشكلة كان من شأنها أن تؤثر على العلاقات التاريخية. نحن أحفاد بابل ونينوى، نحن في قرآن لا زالت كلمات ومفردات أكدية نتكلم بها دلالة على عراقتنا. نحن أولئك أبناء بين النهرين، نحن هم أولئك الذين صمدنا وقاومنا كل المصاعب من أجل هذا الوطن ولازلنا. لنا كثير من العلم ولنا تخونني الذاكرة، مثلا لنا كثير، مثلا دوني جورج كان توفي مع الأسف قبل فترة، وهو دكتور مشهور بالآثار. لدينا عمو بابا كان كرياضي مشهور. الحاضرين لدينا يوسف قودي دكتور بعلم اللغة، يجيد السريانية ويجيد العربية ويجيد الآرامية كما يجيد لغات أخرى.